السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الأشخاص. ولو احنا فاكرين ان الحلقة اللي فاتت أخذنا تأمين على الحياء الجماعي، وخدنا المسألة ازاي ان انت تحسب حساب سعر التأمين لكل عمر، وقلنا ان القانون بتاع ان احنا نجيب سعر الصافي والسعر التجاري، وقلنا ان السعر الصافي بيجيبه ازاي اللي هي القيمة، القانون بتاعها اللي هو القيمة الحالية على عدد الافراد، وقلنا ازاي نجيب السعر التجاري اللي هو ايه اللي هو السعر الصافي في النسبة 75%. النهاردة هنكمل مع بعض في التأمين على الحياة الجماعي المسألة اللي هو ازاي ان انا احسب سعر التأمين لمجموعة. المرة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا لكل عمر، ان انا بحسب سعر التأمين لكل ايه لكل عمر. لا، انا النهاردة او الحلقة النهاردة هنتكلم عن او هنحل مسألة عن سعر الصافي لمجموعة من الافراد. طب لو احنا شفنا على الشاشة مثال اللي هو اهو مع بعض حساب السعر المتوسط للمجموعة، بيقولك هنا بفرض ان لدينا مجموعة من 500 فرد، يبقى انا عندي مجموعة من 500 ايه فرد، وكان التوزيع العمري لهذه المجموعة والسعر المقابل لكل عمر كما يلي بالجدول التالي. انا عطيني هنا العمر اللي هو 20 35 45 55 و65، يعني عندي هنا الأشخاص الموجودين عندي أعمارهم كده. طيب عدد الأعضاء الموجودين، يعني هنا اللي عمره 20 سنة عدد أعضائهم كام؟ 50. اللي عمره 35 عدد الأعضاء بتاعهم 100. اللي عمره 45 عدد الأعضاء 200. اللي عمره 55 عدد الأعضاء 100. اللي عمره 65 عدد الأعضاء 50. وعطيني ان هنا السعر لكل 1000 جنيه مبلغ التأمين، عطيني هنا 2 75 3 74 8 8 100 19 و55 و44 و67. ده الجدول اللي هو عطاه لك في المسألة، وبيقول لك هنا وبفرض ان مبلغ التأمين 1000 جنيه للأعمار إيه؟ 20 و35. يعني أنا العمر ده اللي هو 20 و35 الاتنين دول المبلغ التأميني بتاعهم كام؟ 1000 جنيه. وال2000 جنيه لباقي الأعمار، أنا باقي الأعمار كام؟ اللي هو 45 55 و65. عاوز إن أنا أحسب السعر المتوسط للتأمين للمجموعة إيه؟ كلها. يبقى أنا عاوز أحسب السعر المتوسط للتأمين للمجموعة إيه؟ كلها. يبقى هنا قبل ما ابدا بقى في حل المساله لازم ان انا باكد عليه ان انت لازم تقرا المساله كامله وتقرا بالظبط المساله، وزي ما انتم شايفين ان هو عاطيني جدول. الجدول ده انت في الاجابه او في كراسه الاجابه انت هتنقل الجدول هو هو زيه بالظبط، يعني اللي هو عطاه لك عدد العمر وعدد الافراد ومبلغ التامين، كل الحاجات اللي هو عطاه لك الجدول كله هتحطه في ورقه الاجابه وهتزود بس عمودين. يبقى هنا انا الجدول اللي هو عطاها لك في المساله انت هتاخده وتزود عمودين زياده عشان تبدا ان انت تحل في المساله، تمام كده. ولازم ان انا باكد في الامتحان لما تيجي تحل مساله لازم تكون حافظ القوانين، حافظ القوانين وفهمها علشان تقدر تحل المسائل، تمام كده. طيب يبقى احنا هنا بعد انا زي ما اتفقنا ان احنا الجدول الموجود عند حضرتك في المساله هتنقله في كراسه الاجابه. طب هنيجي مع بعض على الشاشه نشوف ازاي نحل المساله. هنا لازم تحفظ القوانين اللي انا بقول لك عليها، ازاي مبلغ التامين لكل فئه عمريه اللي هو القانون بتاعي اللي هو عدد افراد الفئه في مبلغ التامين للايه للفرد. طب القانون التاني ان القسط الاجمالي لكل فئه عمريه بتساوي ايه؟ مبلغ التامين للفئه في سعر التامين. تالت قانون اجمالي اقساط التامين اللي هو مجموع الاقساط لكل فئه ايه؟ عمريه. يبقى هنا اجمالي القسط هو مجموع الاقساط لكل فئه ايه؟ عمريه. القانون اللي بعد كده
مبلغ التأمين للمجموعة اللي هو بتساوي مجموع مبالغ التأمين لكل فئة ايه عمرية، يا اما تقول ان هو مبلغ التأمين للمجموعة، يا اما تقول ان هو، لان ده بيساوي ده، ان مبلغ التأمين للمجموعة بتساوي مجموع مبالغ التأمين لكل ايه فئة عمرية. سعر التأمين المتوسط للمجموعة بتساوي ايه؟ بتساوي اجمالي اقساط التأمين للمجموعة على عدد وحدات فئة مبلغ التأمين للايه للمجموعة. طيب احنا بعد ما عرفنا هنا القوانين، ازاي ان انا احسب في الجدول؟ انا مش هطلب منك ان انت تكتب لي في الامتحان القوانين دي، بس انت لازم تكون حافظها عشان تقدر تعمل الجدول بتاعي. طيب ما نيجي نعمل بقى نحل المسألة، زي ما قلت لكم احنا ما بنيجي نحل المسألة هو عطيك العمر وعطيك عدد الافراد واعطيك السعر، يبقى هنا ده الجدول اللي هو عطاهولك في المسألة، الثلاث أعمدة دول هو عطاهولك في المسألة، يبقى أنت بتبدأ إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت بتنقلهم من أول وجديد في كراسة الإجابة بتاعتك، هتزود بس عمودين، العمود الأول اللي أنت هتزوده اللي هو مبلغ التأمين للفئة، والعمود الثاني اللي هو القسط الإجمالي للفئة. انا مبلغ التأمين للفئة انا بجيبه ازاي؟ انتوا فاكرين ما هو قالك ان هنا كل العمر 20 و35 مبلغ التأمين بتاعه كام؟ 1000 جنيه. لو احنا نفتكر، لو انا بصيت اهو في المسألة بيقولك بفرض مبلغ التأمين كام، اهو ده انا رجعت للمسألة ان مبلغ التأمين كام؟ 1000 جنيه، للأعمار كام؟ 20 و35، 20 وكام و35. يبقى انا هعمل ايه؟ شوف الالف جنيه دي هضربها في عدد الاعضاء، يبقى هنا الالف دي مرة اضربها في 50 ومرة اضربها في ايه؟ في 100. طيب والباقي الارقام دول او باقي الاعمار، قالك باقي الاعمار بضرب في ايه؟ في الالفين اللي هو مبلغ التأمين. طيب يبقى هنا هنرجع بقى للحل بتاعنا، الجدول اهو هنا، بعد هنرجع للجدول بتاعنا زي ما احنا اتفقنا، انا هنا الجدول بتاعي زي اللي هو عطاهولك، التلات خانات او تلات اعمدة الموجودين في المسألة انا بحطهم معايا في ورقة الاجابة وبزود اللي هو خانتين. طب اما باجي احسب هنا مبلغ التأمين، هو اعطيك في مبلغ التأمين في المسألة لعمر 20 و25، ليه؟ ان انا بحسب مبلغ التأمين بتاعه هو 1000 جنيه وباقي الاعمار هم 2000 جنيه، يبقى هنا بضرب هنا عدد عدد الافراد في مبلغ التامين، عدد الافراد في مبلغ الايه التامين. طب لو احنا شفنا هنا على الشاشه، انا عدد الافراد هنا، انا العمر اهو 20 و35 اهو، عدد الافراد هنا 50 هضرب في كام؟ في 1000، يبقى بيديني كام؟ اهو عطيني 50000 جنيه. طب هنا 100 هضرب في كام؟ في 1000، يبقى هنا 100 في 1000 هيديني 100000 جنيه. طب ال 200 انا هضربها في 2000، طب ليه 2000؟ علشان هو قال لي ان العمر 45 و55 و65 انا بضرب في 2000، يبقى هنا 200 في 2000 هيديني ب 400000، هضرب 100 في 2000 بيديني 200000، ال 50 في 200 في 2000 هيديك 100000 جنيه. لو انا جمعت دول، عشان ده مبلغ التأمين للفئة، هجمع دول كلهم هيديني 850000 ايه 1000 جنيه. طب انا القسط الاجمالي للفئة بعمل ايه؟ بضرب مبلغ التأمين اللي انا طلعته ده في السعر، يعني بضرب العمود ده في العمود ده، بضرب عمود السعر في مبلغ التأمين اللي هو 50000 في 2.75 هيديك 137500، 3.74 هضربها في 100000 هيديك 374000، بضرب 8.8% في 400000 هيديك كام؟ هيديك هنا اللي هو 3,232,000، بضرب 19.55% في 200000 هيديك كام؟ هيديك
300 هنا 300 هديك 3910، هنا 44 67، وهنا 100,000 جنيه بضربهم اهو هيديك كام؟ هيديك 4467. هنا هنجمع دول اللي هو القسط الإجمالي، هجمع دول اللي هو 137 474، كل دول انا هجمعهم هيديك كام؟ هيديك 12,120,000 هنا و50. يبقى هنا سعر التأمين المتوسط للمجموعة بتساوي كام؟ بتساوي اللي هو 12,120,500 على اللي هو 850. ان انا بقسم ده المبلغ اللي هو طلع لي على مبلغ التأمين للفئة، بقسم ده على ده عشان يديني سعر التأمين المتوسط للمجموعة القسط الإجمالي على مبلغ التأمين، هيطلع لك ب14.26 جنيه لكل 1000 جنيه مبلغ الايه؟ تأمين. يبقى هنا زي ما انتم شايفين ان انا عشان اطلع اللي هو متوسط للمجموعة، سعر التأمين المتوسط للمجموعة، ان انا بقسم ايه؟ بقسم القسط التأميني على مبلغ التأمين. تمام كده؟ يبقى احنا كده حلينا المسألة، وزي ما اتفقنا انا بعيد تاني ان المسألة لازم ان انت تقراها كويس، لازم ان انت تكون حافظ او فاهم القوانين في المسألة اللي هو متوسط او سعر التأمين المتوسط للمجموعة، ان انت بتكتب الجدول اللي هو عطاهولك بتكتبه زي ما هو في ورقة الاجابة، وبتزود عمودين، العمود الاول اللي هو مبلغ التأمين، والعمود التاني اللي هو الاوكسات، وبعديها ان انت بتجيب اللي هو سعر التأمين، سعر التأمين للأوفسيت أو للمجموعة، بتعمل ايه؟ بتقسم اللي هو القسط الإجمالي على مبلغ التأمين. كده احنا خلصنا، أو هنا خلصنا المسألة بتاعتنا ان انا ازاي ان انا احسب سعر التأمين لمجموعة من المتوسط للمجموعة. بعد كده في اللي هو التأمين على الحياة الجامعية، وآخر حاجة في الباب ده اللي هو أنواع التأمين على الحياة الجامعية. وأنواع التأمين على الحياة الجامعية هما بينقسموا إلى حاجتين، في أمريكا اللي هو الأمريكي والمصري. في الأمريكي بينقسم إلى نوعين، اللي هو التأمين المؤقت والتأمين الدائم. اما في المصري اللي هو التأمين المؤقت والتأمين الايه؟ المختلط. لو احنا نيجي مع بعض هنشوفها على الشاشة اللي هو انواع التأمين على او انواع التأمين الجماعي. بيقولك هنا ان هو بينقسم التأمين الجماعي في السوق الامريكي الى نوعين، اللي هو التأمين المؤقت وتأمين مدى الحياة او التأمين او الحماية الايه؟ الدائمة. بينما ان هو في السوق المصري بينقسم التأمين الجماعي إلى إيه؟ إلى نوعين، اللي هو التأمين المؤقت والتأمين الإيه؟ المختلط. يبقى أنا عندي نوعين، أو عندي في أنواع التأمين الجماعي أنا عندي سوقين، اللي هو السوق الأمريكي والسوق المصري. وقلنا إن السوق الأمريكي بينقسم إلى التأمين المؤقت والتأمين اللي هو الدائم، الحماية الدائمة. وفي السوق المصري اللي هو التأمين المؤقت والتأمين اللي هو المختلط. لو انتوا تلاحظوا في السوقين اللي هو السوق المصري والسوق الامريكي، اللي في المتشابه فيهم اللي هو التأمين الايه؟ التأمين المؤقت. كده احنا خلصنا التأمين على الحياة الجماعي. هندخل في الوحدة اللي بعد كده اللي هو الصناديق الخاصة، صناديق التأمين الايه؟ الخاصة. وصناديق التأمين الخاصة ده هو كل نظام موجود فين؟ موجود في هيئة، في شركة، في شركة، في جمعية، لازم لنا ويكونوا المجموعة دي بتربطهم عمل أو وظيفة أو أي جهة حاجة أو أي مناسبة أو أي حاجة، علشان أقدر إن أنا إيه أأمن عليهم أو أعمل اللي هو الصناديق الإيه؟ الخاصة. طيب لو إحنا هنيجي مع بعض على الشاشة ونشوف هنا الصناديق الخاصة، صناديق التأمين الخاصة، بيقول هنا بيكسب بإيه؟ هو كل نظام زي ما احنا اتفقنا. طب النظام ده موجود فين؟ في هيئة أو في شركة أو في نقابة أو في جمعية من أفراد، لازم هنا تربطهم إيه؟ زي ما احنا اتفقنا تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية. يبقى هنا زي ما قلنا إن هو نظام، والنظام ده موجود في إيه؟
في هيئة أو في نقابة أو في شركة أو في جمعية، ولازم يكون الأفراد دي تربطهم يا إما عمل أو وظيفة أو أي صلة اجتماعية عشان أقدر إن أنا إيه يشتركوا في الصناديق الإيه الخاصة. طب بيتمول عن طريق إيه؟ اللي هو الاشتراكات، إن الأعضاء دول بيبدأوا إن هم يدفعوا اشتراكات علشان لو حصل أي حاجة أو أي خطر منه يبدأوا إن هم يعوضوا أو يدوا لصاحب الخطر ده. لو احنا نشوف مع بعض على الشاشة اهو، بالاشتراكات بيمول باشتراكات او خلافه بغرض ايه؟ بغرض ان هو بيؤدي او يرتب لأعضائه او المستفيدين منه حقوقا تأمينيا في شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا مالية ايه محددة. يعني لو حصل اي حاجة بيحصل تعويض او معاشات دورية او مزايا مالية ايه محددة. دي هي اللي هي الصناديق التأمين الايه الخاص. طيب الاخطار اللي بتغطيها صناديق التأمين الخاصة ايه هي الاخطار دي؟ الاخطار دي مثلا زي ايه؟ اول حاجة زواد العضو، زواد العضو او وزريته، الشخص هيتزوج او ذريته او بلوغ سن معين. تاني حاجة من الاخطار وفاة العضو او من يعوله. تلاتة التقاعد عن العمل، يعني هو خلاص طلع على المعاش او ضياع موارد ريسكو، او هنا خلاص ساب الشغل بتاعه فهو كده بيتعرض للخطر، او عدم القدرة على العمل بسبب المرض او الحوادث او اللي هو العجز، او اي اغراض اخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. اي اغراض اخرى بس لازم تكون الموافقه من الهيئه المصريه للرقابه على الايه على التامين. يبقى احنا زي ما اتفقنا اهو، الاخطار اللي بيغطيها صناديق التامين الخاصه، الشخص اللي هو عاوز يتجوز او بيزوله، او الشخص ده تعرض للاصابه او العجز، او الشخص ده ساب الوظيفه او الرزق بتاعه اتقطع بالنسبه له، او اي اغراض اخرى بس لازم تكون الهيئه المصريه للرقابه على التامين لازم توافق عليها. دي الاخطار اللي هي الصناديق الخاصه بتامن عليها، او ان هي بتعوض او بتدي للشخص اللي اتعرض للخطر ده المبلغ، او بتعوضه او بتديله المبلغ عن طريق او من خلال ايه؟ من خلال الاشتراكات اللي بتبقى بين الاعضاء او بين الايه الموجودين في صناديق التامين الخاصه. طيب بعد كده لو احنا هنشوف على الشاشه هنا بيقول لك اهو، ومعنى ذلك ان صناديق التامين الخاصه بتمثل نظام تاميني مكمل. وتنشأها مين اللي بتنشئها؟ الهيئات والشركات والنقابات، زي ما احنا اتفقنا في التعريفات ان هنا بتكون في هيئات او شركات او نقابات لأعضائها او العاملين بها. بغرض ايه بقى؟ بغرض ان انا بقدم تقديم مزايا تأمينية مكملة، ان انا بقدم مزايا تأمينية ايه مكملة للنظام. انا بكمل بيكمل ايه؟ النظام التأمين الاجتماعي الحكومية لتحسين مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وإن أنا بقدم مزايا إضافية لا تشملها نظام التأمين الاجتماعي الإيه الحكومي. طب زي إيه؟ إن هو الصناديق التأمين الخاصة وبيقدم نظام ما بيشملش إضافة إلى إن هو بيشملش نظام التأمين الاجتماعي الحكومي، زي إيه؟ اللي هي المزايا اللي بتمنح في حالة زواج العضو وذريته، او تلك التي تمنح في حاله وفاه من يعولهم الايه العضو. طيب هل في اختلاف بين نظم الصناديق الخاصه ونظم التامين الاجتماعي؟ اكيد طبعا في اختلافات. فلو احنا شفنا مع بعض هنا المقارنه اهو، انا عندي مقارنه بين التامين الاجتماعي والصناديق الخاص من وجه المقارنه اللي هي المزايا. في التأمين الاجتماعي هو بيقدم مزايا، في التأمين الاجتماعي بيقدم ايه؟ مزايا اللي هي مزايا الايه؟ العجز والوفاة والشيخوخة وإصابة العمل وتأمين المرض والبطالة، وذلك وفقا لايه؟ للقوانين التي ايه تحكمها. دي اللي هي التأمينات الايه؟ الاجتماعية. يبقى انا التأمينات الاجتماعية هي بتقدم مزايا للعجز والوفاة والشيخوخة وإصابة الايه العمل وتأمين المرض والبطالة، وذلك وفقا للقوانين اللي بتحكمها.
طب في الصناديق الخاصة هي بتقدم مزايا تكميلية، يعني هي بتكمل على التأمين الايه الاجتماعي. طب بتهدف الى ايه؟ بتهدف الى تحسين مستوى المعيشة، بالاضافة ان انا بحسن مستوى المعيشة بالاضافة ان انا بقدم مزايا اخرى لم تكن مشمولة او موجودة في نظام التأمين الاجتماعي. يبقى هنا انا بيهدف الى تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى مزايا أخرى. زي إيه المزايا الأخرى دي؟ مزايا الزواج للعضو وذريته، ومزايا الوفاة أبناء العضو أو من يعولهم. دي في المزايا. هنا في التأمين الاجتماعي أنا بقدم مزايا العجز والإيه والوفاة والشيخوخة وإصابة العمل والمرض والبطالة، دي وفقا لقوانين اللي بتحكمها. طب هنا في الصناديق الخاصة ان انا بقدم مزايا تكميلية بتهدف الى تحسين، ان انا بحسن المستوى المعيشي بالاضافة الى مزايا اخرى زي مزايا الزواج للعضو وذريته ومزايا ايه الوفاة العضو ومن يعوله. طب بالنسبة لوجه المقارنة في الاشتراكات، في التأمين الاجتماعي بيكون اجباري. في التأمين الاجتماعي بيكون ايه؟ اجباري، يعني ما يكونش خلاص ده اجباري على الفرد او على الشخص. اما في الصناديق الخاصه اختياري، يعني ممكن في اشخاص تقبل ان هي تعمل في الصناديق الخاصه، وفي افراد تقول لا انا مش هدخل في الصناديق الخاصه. في وجه المقارنه الاداره، في التامين الاجتماعي بتدار اموال التامينات الاجتماعيه حاليا بمعرفة مين؟ وزارة المالية. يبقى مين اللي بيدير التأمين الاجتماعي؟ هي وزارة المالية، بتدار أموال التأمينات الاجتماعية وزارة المالية. أما في الصناديق الخاصة بتدار بمعرفة أعضائها أو من يمثلهم تحت إشراف مين؟ لازم تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين. يبقى هنا في التأمينات الاجتماعية بتدار أموالها مين؟ بمعرفة وزارة المالية. أما الصناديق الخاصة مين اللي بيديرها؟ هم أعضائها، بس لازم تكون تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين التأمين على اللي هو الصناديق الخاصة والتأمينات الاجتماعية. قلنا إن التأمينات الاجتماعية دي إجبارية، أما في الصناديق الخاصة دي اختيارية. هنا في التأمين الاجتماعي مين اللي بيدير الأموال التأمينات الاجتماعية؟ قلنا دي وزارة المالية. أما في الصناديق الخاصة مين اللي بيديرها؟ اللي هم أعضاها، بس لازم تكون تحت إشراف هيئة الرقابة على الإيه؟ على التأمين. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا الفرق بين اللي هي التأمينات الاجتماعية واللي هي صناديق الإيه؟ الخاصة. طيب بعد كده هنشوف هنا على الشاشة صناديق التأمين الحكومية. صناديق التأمين الحكومية أهو بتتولى عملية التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، والتي أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. مساهمة الصناديق الخاصة في السوق التأميني، هل الصناديق الخاصة دي بتساهم في السوق التأميني؟ بتساهم. طب بتساهم ازاي؟ اول حاجة ان هي بتدعم نظام المعاشات على المستوى القومي. يبقى الصناديق الخاصة بتساهم في السوق، بتساهم اول حاجة ان هي بتعمل ايه؟ بتدعم نظم المعاشات على المستوى الايه؟ القومي. طب تاني حاجة ان هي بتدعم وبتمول خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعي. يبقى هنا بتدعم وبتمول، يعني بالفلوس اللي هي موجوده معاها بتبدا ان هي ممكن ان هي تمول وتعمل خطط للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. ثالث حاجه ان هي بتقدم حمايه تامينيه اختياريه لقطاع كبير من العاملين بالدولة. خلي بالكم احنا لسه قايلين في المقارنة ان هي بتكون اختيارية، بس هي بتقدم حماية تأمينية اختيارية لقطاع كبير من العاملين بالدولة. رابع حاجة ان هي بتوفر فرص عمل جديدة لبعض المهنيين.
ان انا بقى ان هنا بتخلي بتدي فرص عمل، بتوفر فرص عمل جديدة لبعض الايه المهنيين، دي اللي هي ايه اللي هي مساهمة الصناديق الخاصة في السوق التأميني. خامس حاجة اللي هي خفض حدة التضخم النقدي. سادس حاجة الحفاظ على مستوى معيشة أعضائها وأسرهم. تمام كده، كده ان احنا خدنا اللي هي مساهمة الصناديق الخاصة في السوق التأميني وقلنا ان هما ستة. عندي انواع صناديق التأمين الخاصة، وانواع صناديق التأمين الخاصة هما بينقسموا الى نوعين. النوع الاولاني صناديق ذات مزايا محددة، والنوع التاني صناديق ذات اشتراكات محددة. يبقى هنا عندي كام نوع؟ هما نوعين، صناديق ذات مزايا خاصة أو ذات مزايا محددة، والنوع التاني ذات اشتراكات محددة. لو احنا نفرق بين الاتنين اللي هي مزايا أو صناديق خاصة ذات مزايا محددة، مزايا أو بيقولك ايه صناديق خاصة ذات مزايا خاصة، يبقى انا بحدد المزايا الأول وبعديها احدد الاشتراكات. طب النوع الثاني اللي هي صناديق خاصة ذات اشتراكات محددة، الاشتراكات يبقى انا ببدأ ايه اشتراكات، يبقى هنا بعمل بحدد الاشتراكات الاول وبعدين ابدأ ان انا احدد المزايا بتاعتي. يبقى احنا عندنا كام نوع من انواع الصناديق الخاصة؟ انا عندي نوعين، النوع الاولاني اللي هو صناديق خاصه ذات مزايا، يبقى انا ببدا بالايه بالمزايا الاول، بحدد المزايا وبعديها ابدا في الاشتراكات. طب النوع الثاني ان هو صناديق خاصه ذات اشتراكات، يبقى انا ببدا بالاشتراكات الاول وبعديها احدد اللي هي المزايا. طب لو احنا هنيجي مع بعض على الشاشه ونشوف اهو، صناديق ذات مزايا محدده زي ما اتفقنا اهو، مزايا محدده ان هو بيتم تحديد الاول ايه مزايا المطلوبه، بتحديد المزايا المطلوبه للاعضاء اولا، ثم ان انا بقدر الاشتراكات ومصادر التمويل الاخرى لهذه الايه المزايا. يبقى هنا في عشان نقدر نعرف اللي هو صناديق ذات مزايا، يبقى هو من اسمها كده مزايا، يبقى انا بحدد المزايا الاول، مزايا المطلوبه للاعضاء اولا، بعدها ان انا اقدر ان انا اقدر الاشتراكات. تاني حاجه اللي هي صناديق ذات اشتراكات محدده، هنا بيتم فيها تحديد الاشتراكات الخاصه بالأعضاء حسب، يبقى هنا صناديق ذات اشتراكات محددة، يبقى هنا بيحدد لي الايه الاشتراكات الخاصة ايه بالأعضاء الأول حسب قدراتهم المادية أولا، وبعديها ان انا اقدر ان انا احدد او اعمل المزايا، اقدر المزايا اللي يمكن توفرها الصناديق في ضوء ما تحدده مسبقا في الاشتراكات ومصادر التمويل الايه الأخرى. يبقى هنا الصناديق ذات اشتراكات ايه محددة اشتراكات، يبقى انا بحدد الاشتراكات الاول وبعدين ابدأ ان انا اقدر في المزايا. دي كانت هي انواع اللي هي الصناديق الخاصة. طيب يبقى احنا هنا زي ما احنا اتفقنا او زي ما احنا خدنا الصناديق الخاصة واتكلمنا عن الصناديق الخاصة وقلنا ان هو كل نظام موجود في هيئة او في نقابة او في جمعية، ولازم الاعضاء دول او الافراد دي تربطهم عمل او وظيفة او اي صلة اجتماعية، وان هم بيبدأوا بيمولوها عن طريق الايه الاشتراكات. وخدنا الاختلاف بين التأمينات الاجتماعية والصناديق الخاصة، وقلنا ان التأمينات الاجتماعية بتكون اختيارية اجبارية، اما الصناديق بتكون اختيارية. في التأمين الاجتماعي قلنا اللي بتدار أموالها اللي هي وزارة المالية، أما الصناديق الخاصة هم الأعضاء بس لازم تكون الهيئة هيئة الرقابة على التأمين هي اللي بتشرف عليها. وبعد كده خدنا أنواع الصناديق الخاصة، وقلنا أنواع الصناديق الخاصة هم نوعين، ذات مزايا خاصة
او ذات مزايا محدده وذات اشتراكات محدده. وقلنا ان اول ما يقول لك ان هي مزايا يبقى بتبدا بالمزايا الاول وبعديها الاشتراكات، اما الاشتراكات بتبدا بالاشتراكات وبعديها المزايا. كده احنا خلصنا اللي هي الوحده اللي هي الخاصه بالصناديق الخاصه. هندخل في اللي هو الجزء اللي بعد كده اللي هو التأمين التكافلي. التأمين الايه؟ التكافلي. والتأمين التكافلي او التكافل ده كان موجود ساعة القدماء المصريين. التكافل ده كان موجود ساعة المصريين القدماء او القدماء المصريين، كان بيبدأوا ان هم بيبقى فيه جمعيات لدفن الموتى، الخاص بدفن الموتى. كان في الفقراء ما بيبقوش قادرين ان هم التحنيط، لان انتوا عارفين ساعه في المصريين القدماء كانوا بيبداوا ان هم يحنطوا الجثث بتاعتهم، فطبعا التحنيط ده بتبقى التكلفه بتاعته غاليه جدا، فهم كانوا محتاجين ان هم يبقى، فبدات تنشئ جمعيه اسمها جمعيه لتحنيط الموتى او لدفن الموتى. فدي الجمعيه دي كانت بتخص ان هي بتحنيط الموتى، ان هي بناء المقابر. فدي طبعا التحنيط دي بتبقى التكلفه بتاعته عاليه جدا، والفقراء ما بتبقاش قادره ان هي بتدفع، فبتبدا ان هي ايه عشان لما تيجي تتوفى بيبداوا ان هم يشتركوا في الجمعيات دي، بيدفعوا اشتراك علشان لما يجوا يتوفوا يبدا ان هم الجمعيات دي هي اللي تبدا ان هي تعمل او تحنط الجثث او الاجساد بتاعه الشخص ده. فدي فكره التكافل الاجتماعي او التكافل دي كانت موجوده ساعه الايه القدماء الايه المصريين. فلو احنا هنيجي مع بعض على الشاشه ونشوف هنا بتكون فكره التامين التكافلي اللي هي على التعاون بين مجموعة من الأفراد اللي هي معرضة لخطر ما أو لعدة أخطار في تحمل التبعيات المادية أو المالية المترتبة على تحقق هذا الخطر أو تلك الإيه الأخطار. يبقى هنا فكرة التأمين التكافلي إن هي بيكون لازم يبقى في تعاون بين إيه مجموعة من الإيه الأفراد المعرضين لخطر ما أو لعدة إيه أخطار. طب عقد التأمين التكافلي، عقد التأمين التكافلي هو عقد بيلتزم فيه المؤمن اللي هي شركة التكافل نيابة على المؤمن له بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغ محدد أو أي تعويض مادي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده مقابل مبلغ أو اشتراك يدفعه المؤمن له للمؤمن. يبقى هنا عقد التأمين التكافلي، عقد لو بنقسمه كده عقد، يبقى هنا شركة التأمين بتلتزم بإيه؟ بتلتزم إن هي شركة التكافل بتلتزم بتعويض المؤمن لهم، بتعويض المؤمن لهم لو حصل إيه؟ لو حصل خطر أو حصل أي حاجة للشخص ده الخطر بتاعه، فتبدأ إن هي الشركة بتعوض عليه. بس لازم هنا يكون ايه الاشتراك، يعني هنا بيبدا ان هو المؤمن له ان هو بيدفع اشتراك علشان لو حصل اي خطر من الاخطار او اي حادث فشركه التامين بتبدا ان هي تعوض عليه مقابل اللي هو الاشتراكات او مبلغ التامين اللي هو بيدفع لشركه التكافل. طيب بعد كده لو احنا هنشوف على الشاشه المبادئ اللي بيقوم بيها التامين التكافلي، ايه هي المبادئ اللي شركه التكافل المبادئ اللي بيقوم بيها التامين التكافلي؟ اول حاجه من المبادئ لو نشوفها على الشاشه اهو الرقابه الشرعيه على التامين التكافلي. الرقابه الشرعيه على التامين الايه التكافلي، في التامين التكافلي لازم يبقى فيه رقابه شرعيه، الرقابه الشرعيه للايه التامين التكافلي. طب تاني نقطه من المبادئ ان هو بفصل بين الأموال بتاع المساهمين وأموال الأعضاء أو الفصل بين أموال المؤمن لهم والأعضاء والمساهمين. طيب تالت حاجة اللي هو بوزع بعض الفوائد على المؤمن لهم. يبقى دي المبادئ اللي أنا بعمل فيها في التأمين التكافلي، هما تلات مبادئ اللي هما إيه اللي احنا نشوفهم على الشاشة مع بعض اهو.
أول حاجة الرقابة الشرعية على التأمين التكافلي، تاني حاجة الفصل بين الأموال المؤمن لهم والمساهمين، وتالت حاجة إن أنا بوزع بعض الفائض التأميني على المؤمن إيه لهم. دول 3 حاجات أو 3 مبادئ بيقوم عليها التأمين التكافلي. طيب بعد كده لو احنا نشوف على الشاشة التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وأنا عندي الفرق بين في مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي. لو احنا شفنا على الشاشة مع بعض اهو المقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي. بالنسبة لمفهوم الوثيقة في التأمين التجاري اللي هو عقد التأمين، بيبقى بين ايه؟ بين طرفين. لو احنا نشوف على الشاشة اهو التأمين التجاري هو عقد التأمين بين طرفين، احداهما المؤمن لهم او المستأمن، والاخر هو شركة التأمين او المؤمن، وبيلتزم بايه؟ بيلتزم المستأمن بدفع الاقساط المستحقة للمؤمن، وبتصبح الاقساط دي ملكا للمؤمن مقابل تقديم الحماية التأمينية للمستأمن. انا بقدم حماية تأمينية للايه؟ للمستأمن. ده اللي هو اسمه ايه؟ التأمين التجاري. طيب من مفهوم هنا التأمين التكافلي هو ايه؟ التأمين التكافلي هو نظام بيقوم على تبرع المشاركين فيه بالاشتراكات اللازمة اللي انا بعوض عليها من يتحقق له الضرر تحت اشراف ايه؟ تحت اشراف لجنة الفتوى والتشريع. يبقى هعيد تاني، اللي هو مفهوم الوثيقة في التأمين التجاري هو عقد التأمين بين ايه؟ بين طرفين، احداهما المؤمن لهم اللي هو المستأمن، والاخر هو الشركة شركة التأمين اللي هي ايه؟ المؤمن. بيلتزم بايه؟ بيلتزم المستأمن اللي هو المؤمن له بدفع الاقساط، ان انا بدفع الاقساط، بدفعها لمين؟ للمؤمن. وبتصبح هنا الاقساط ملكا لمين؟ للمؤمن، عشان يقدمني مقابل ايه؟ ان انا بيقدم حماية تأمينية للايه؟ للمستأمن اللي هو المؤمن. لا، اما في التأمين التكافلي هو نظام بيقوم على تبرع المشاركين فيه بالاشتراكات اللازمة لتعويض من يتحقق له الضرر تحت اشراف لجنة الفتوى والايه؟ والتشريع. دي كان اول حاجة في وجه المقارنة اللي هو مفهوم الوثيقة. تاني حاجة اللي هو الهدف والربح. في التأمين التجاري ان الهدف الاساسي هو تحقيق، الهدف الاساسي في التأمين التجاري هو ان انا بحقق اكبر قدر من الربح للمساهمين، اكبر قدر من الربح للايه؟ للمساهمين، بالإضافة إلى أن أنا أحقق الحماية الإيه؟ التأمينية للمؤمن لهم. ولذلك يؤخذ هامش الربح في الحسبان عند حساب قسط الإيه؟ التأمين. يبقى هنا التأمين التجاري هو أنا لازم إيه الهدف الأساسي؟ أن أنا أقدم إيه؟ بحقق أكبر قدر من الربح للمساهمين، بالإضافة أن أنا بقدم حماية تأمينية. أما في التأمين التكافلي هو أنا الهدف الأساسي إيه؟ تحقيق الحماية التأمينية من خلال تعاون المؤمن لهم، وفي حالة وجود فائض تأميني يوزع على المؤمن لهم أو قد يشارك فيه المساهمين وفقا لنظام الشركة الإيه؟ الأساسي. يبقى هنا في التأمين التجاري والتأمين التكافلي الفرق بينهم إن هنا في التأمين التجاري هو الهدف الأساسي بينه إن هو بحقق الإيه؟ الربح، تحقيق الايه؟ الربح مع الحماية التأمينية. يبقى انا بحقق ربح مع الحماية الايه؟ التأمينية. طب في التأمين التكافلي في هنا التأمين التكافلي ان انا بقدم ايه؟ بقدم حماية تأمينية. طب والفائض اللي بيبقى موجود ببدأ ان انا اوزعه على المؤمن لهم او الاعضاء على حسب الشركة الموجودة فيها او النظام الموجود في الشركة. يبقى احنا هنا في عشان نفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، ان التأمين التجاري انا هنا الهدف الاساسي ايه؟ ان انا بحقق اكبر قدر من الربح بالاضافة الى الحماية التأمينية.
اما في التامين التكافلي انا مش بيهمني اللي هو ايه اللي ان انا احقق الربح، لا انا اللي يهمني ان انا بعمل حمايه تامينيه للاعضاء او للمؤمن ليهم، علشان ولو في فائض بالنسبه لي ببدا ان انا بوزع الفائض ده ليهم. تمام كده؟ طب لو هنا يجي على الشاشه مع بعض اهو، 3 طرق حساب القسط هنا في التامين التجاري والتأمين التكافلي. في التأمين التجاري بيتم الأخذ في الاعتبار مصروفات الشركة الإدارية وهامش ربح المساهمين وسعر الفايدة، بالإضافة إلى جزء مقابل عمل مخصص للتقلبات العشوائية اللي بتحدث في احتمالات تحقق الإيه الخطر. يبقى هنا حساب القسط لازم أخذ في الاعتبار إيه؟ مصاريف الشركة الإدارية وهامش ربح المساهمين وسعر الفايدة، بالإضافة إلى إيه؟ إن أنا باخد جزء مقابل عمل مخصص للتقلبات الإيه؟ العشوائية. أما في التأمين التكافلي لا يتم الأخذ في الاعتبار ربح المساهمين، لأن إحنا اتفقنا في التأمين التكافلي هو الهدف بتاعه أنا مش بسعى إلى تحقيق الربح، لا أنا بسعى إلى أو الهدف بتاعي الحماية التأمينية. فانا بالنسبه لي ان ربح المساهمين او سعر الفايده عند حساب الاشتراكات ما باخدش فيها في التامين الايه التكافلي او القسط الذي يتبرع به الايه المشاركون لمصلحتهم ايه جميعا. برضك في طريقه حساب القسط بيقولك هنا في التامين التجاري ان القسط في التامين التجاري بيدفع بواسطه مين؟ المستأمن، مقابل العوض المالي او التعويض المالي الذي بتلتزم مين شركه التامين بدفع للمؤمن له اذا حصل ايه اذا تحقق الخطر. فاذا لم يتحقق الخطر بيصبح القسط ملكا للمؤمن له او للمؤمن، لان عقد التامين يعتبر عقد ايه معاوضه. اما في التامين التكافلي فالقسط هنا هو تبرع أو اشتراء من المستأمن لحماية نفسه أو غيره من المستأمنين في أي خسائر مالية عند تحقق الإيه الخطر اللي هو المؤمن منه، وبذلك عقد تبرع وليس معارضة. يبقى هنا الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في طريقة حساب القسط، إن أنا هنا عقد التأمين التجاري هو اسمه عقد المعارضة، اما هنا هو اسم عرض الايه التبرع. ليه هنا عرض المعوضه؟ المعوضه دي ايه؟ ان انا القسط ده القسط في التامين التجاري بيدفع بواسطه مين؟ المؤمن او المستأمن مقابل العوض المالي، وان تلتزم الشركه ان هي بتدفع للمؤمن لو حصل ايه خطر. طب لو الشركه دي ما حصلش خطر فالفلوس او التعويض ده او المبلغ اللي هي خدته او القسط اللي هي خدته بيعتبر ملكا له، لان هو اسمه عقد معاوضه. اما في التامين التكافلي هنا القسط هو تبرع او اشتراء عشان يحمي نفسه او غيره وغيره من المستأمنين من اي خساره ماليه عند تحقق الايه الخطر. رابع حاجه اللي هو استثمار الاموال او الاحتياطيات. في التأمين التجاري بتقوم شركة التأمين باستثمار الايه الأموال أو الاحتياطيات باعتبارها مملوكة لها مقابل التزامها بدفع مبلغ التأمين أو التعويضات في حالة تحقق الايه الخطر لأي من المؤمن لهم، وفي استثمارها لهذه الايه الأموال. عادة لا يتم الاهتمام بأوجه الاستثمار المشروع وأحكام الحلال والإيه والحرام. هنا مش بتبقى لما بيتمش الاهتمام بوجه الاستثمار دي في اللي هو الحلال والحرام. أما في التأمين التكافلي بيتم الاستثمار على أساس المضاربة الشرعية وفي قنوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يبقى هنا دي لازم هنا تحت القنوات تتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه، هنا تحت احكام هي ما بتهتمش بالاستثمار بتاعها ان هي بتكون الاستثمار المشروع او احكام الحلال والايه والحرام.
وعرفنا هنا ان هنا في التأمين التجاري ان شركة التأمين بتستثمر ايه اموالها. اخر حاجة اللي هي تصفية الشركة في المقارنة، اللي هي تصفية الشركة هنا في التأمين التجاري، في حالة تصفية شركة التأمين التجاري بيتبع في شأنها احكام القانون الايه الوضعي. في تصفية الشركة هي بتتبع احكام القانون الايه الوضعي. اما في التأمين التكافلي، في حالة تصفية صندوق التكافل او شركة التكافل او حلها، يصرف ما تبقى من اموالها بعد سداد كافة التزاماتها في اوجه الخير والبر، باعتبار عقد التأمين التكافلي عقد تبرع وليس عقد معوضة. يبقى هنا بين التصفية، ان الشركة ان التصفية يعني ايه تصفية؟ ان هنا الشركة هتقفل وهتصفي اعمالها. ففي هنا في التأمين التجاري ان التصفية دي ان انا بمشي تحت احكام القانون الوضعي. اما في التأمين التكافلي انا هنا بعد ما بعمل الالتزامات بتاعة الشركة كلها خالص وبسدد كل الالتزامات الخاصة، الفلوس المتبقية دي بيبدأ ان هو يصرفها في البر والتقوى، ان هو مثلا ان دي يعتبر تبرع، فهنا أبدأ ان انا العقد تبرع وليس عقد معاوضة، لان هنا عقد تبرع وليس عقد ايه معاوضة. سوق التأمين التكافلي، شهدت صناعة التأمين التكافلي نمو ملحوظ في أسواق التأمين العربية والإسلامية خلال العقد الأخير من القرن الماضي نظرا لحداثة عهد هذه الصناعات. وهنا بيشكل سوق التأمين التكافلي حاليا نسبة كام؟ قدرها 2% تقريبا من إجمالي سوق التأمين العالمي. ويعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والماليزي والسودان أكبر ثلاث أسواق للتأمين التكافلي، بينما اللي هو السوق المصري في حالة إيه أو في مرحلة الطفولة بالنسبة للتأمين التكافلي، سواء في مجال التأمين الأشخاص أو الإيه الممتلكات. هنشوف بس بعض نماذج للأسواق التأمين التكافلي. عندي السوق الماليزي، السوق السعودي، والسوق الإماراتي، والسوق المصري. هناخد كل سوق على حدة. اللي هو السوق الماليزي، ان هو بيقدم السوق التأمين التكافلي في ماليزيا كل انواع التأمين، سواء في مجال التأمينات الاشخاص او التأمينات العامة زي الايه السيارات والحريق. ده في ايه في السوق الماليزي في ماليزيا. ومن اهم اسباب نمو التأمين التكافلي في ماليزيا هو توافق هذا التأمين مع الشريعة الايه الإسلامية، فضلا عن توزيع فوائد النشاط التأميني على حملة الايه الوثائق. تاني سوق اللي هو السوق السعودي، وهنا بتعرض شركات التكافل في السوق السعودي كافة انواع التأمين مثل ايه زي التعليم والزواج والسيارات وغيرها. وبيقدر حجم السوق السعودي التكافلي الان بحوالي 1.7 مليار دولار. تالت سوق اللي هو السوق الإماراتي، اللي هو بيعتبر سوق التأمين الإماراتي من أكبر أسواق التأمين وأكثرها تقدما في منطقة الشرق الأوسط. وآخر سوق اللي هو السوق المصري، اللي هو بيعتبر شركة بيت التأمين المصري السعودي، وهي أول شركات أنشأت سنة كام؟ 2002 لمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مجال التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية. ونشأت الشركة المصرية للتأمين التكافلي إن هي بتقدم خدمات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتأمينات الأشخاص. كده إحنا أخدنا اللي هو التأمين التكافلي، أخدنا في الحلقة دي اللي هي الصناديق الخاصة، وأخدنا التأمين التكافلي، وده كان آخر منهج بالنسبة لنا. إحنا كده خلصنا منهج تأمينات الأشخاص. استنوني في الحلقة الجاية هنبدأ نحل نماذج للامتحانات السنين السابقة، ونشوف ازاي الأسئلة بتيجي في الامتحان. وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.